يعني معنا الأستاذ أدهم جبارين سكرتير التجمع في مدينة أم الفحم. يعني نتواجد هنا اليوم على مشرف مشارف مدخل مدينة أم الفحم بانتظار زيارة يضحك هرزوغ رئيس الدولة. يعني هل يمكنك التعقيب على هذه الزيارة وما هو الفحوى منها؟ وهل تمت دعوة يعني الرئيس أم هو أراد زيارة البلدية؟ نعم، هذه يعني زيارة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يوجد لها أي جدوى للأسف. يعني بلدية أم الفحم وأهالي أم الفحم ما إلهم ولا أي مكسب من هاي الزيارة. الزلمة إنسان اللي هو جاي إنسان عنصري وفاشي اللي جاي بده يفرض أجندة تبعته علينا وبده يحسن صورة وجه إسرائيل. يعني يحسن وجه إسرائيل. امبارح كان في أمريكا وبالكونغرس وسب علينا، امبارح ما صلوش 3-4 أيام في الكونغرس الأمريكي وسب على الفلسطينيين وعلى العرب، واليوم جاي بحكي وبقول انه يعني انسان سلام وانسان انسان مع السلام. فللاسف احنا هاي الاجنده نعتوش اياها على ظهورنا، فليذهب الى الجحيم زي ما قالوها. احنا هون واقيين هون واحنا ضد هاي الزياره. هاي الزياره لا تغني ولا تجدي من جوع.